هو حاليا بيطرح جدا او بين اوساط يعني الشباب المهتمين ان الشركات الكبرى التكنولوجيه دي اللي هي متغوغله جدا في المجتمع ان هي ازرع للماسونيه اللي هي عبده الشيطان وان هم بيتغلغلوا جدا في حياتنا بطريقه غير مباشره زي مثلا الفايف دي والشريحه وزي مثلا في لعبه اسمها ببجي مثلا بيبقى فيها بيقولون فيها رموز مثلا للماسونيه وكده وبقى بقى يعني موجود في الحياه لدرجه ان ناس اصحابي مثلا بيعتقدوا ان رؤساء الشركات دي اصلا مخلوقات فضائيه ومتجسده وحاجات كده فهل ال النظريه دي ان هي بتقول ان دول اصلا ماسونيين وان دول امتداد للمسيح الدجال وان ده بيجمعوا مننا بيانات وبيخترقونا بشكل غير مباشر هل ده حق ممكن يكون في شيء من الحقيقه ولا بيبقى كله مؤامرات وخرافات؟ آه بالناحيه ورود آه نصوص شرعيه تحذرنا من ان هناك تسلطا خفيا يمكن ان يكون فليست هناك لا من باب اهل الله ومن باب اهل البصيره يعني مش اهل الشرع البصيره لم يقولوا لنا ان هناك مؤامره علينا وعلى البشريه وكذا الى اخره، ليس هناك مؤامره انما هناك افعال مخالفه لدين الله ربنا سبحانه وتعالى امر بالعفاف وهؤلاء امروا بالاباحيه ربنا سبحانه وتعالى امر بسعاده الانسان في الدارين وبالتكليف افعل ولا تفعل وهؤلاء يريدون الحريه المطلقه يريدون التساوي المطلق حتى مش بين الذكر والانثى فقط ده بين الانسان والحيوان والجماد فيبقى احنا الان امام حاجه مخالفه ما قصدي احنا بنستخدم ابلكيشنز بتاعتهم يعني يعتبر هما احنا كل بياناتنا معاهم كل الادوات كل الادوات متاحه مباحه بمعنى ايه بمعنى ان عندي التلفزيون التلفزيون لما تفتح الستلايت ده تلاقي فيه يمكن اكتر من 1600 قناه شغالين طيب ما هو ال 1600 قناه دول انت لك الحريه في اختيار القرارات التي تريد ان تطلع عليها من اجل تصحيح حياتك وتصحيح نفسيتك وتصحيح وتربيه اولادك وتترك الثاني السكينه يمكن ان تقتل بها احدهم وممكن ان انت تستعملها في قطع الزبد وقطع اللعب تملي كل دي وجهين زي التلفزيون زي السكينه زي السلاح كل ده بنسميه له وجهين شر وخير